في وكالات أنباء والإسرائيليين يروجون كثيرا لصورة المجندة أو الفتاة الإسرائيلية اللي تم القبض عليها وطريقة التعامل معها. هل لكم تعليق على هذا الأمر؟ لأنه يعني هذا الأمر بيتم استخدامه الآن لإلهاء الناس عن الحقيقة الأساسية لهذه الحرب. يعني هذه الصور بالتأكيد قلت أنا أن هي كانت في بداية المعركة، وتعرف أثناء عملية الهجوم إيش المعتبرات الميدانية، لكن بالتأكيد ما هو مطلوب وما نحن نسلم به هو التعامل مع الأسير بكل الإحسان المطلوب تجاه الأسرى، وذلك وفق القوانين الدولية بالخصوص، ولا نقبل أي شكل آخر، لا نقبل أي شكل آخر من أشكال التعامل مع الأسرى. تعرف أن هناك من الجمهور الفلسطيني من التحق بالمقاومين أثناء الهجوم حينما سمع بقدر أن القسام قد اقتحم الحدود و يعني صحر المواقع العسكرية المحيطة بقطاع غزة. هناك من الجمهور من تدخل من الشعب الفلسطيني. ثانيا يجب ألا يغيب عن كل متابع حجم العدوان على المرابطات في المسجد الأقصى، ورأينا عملية اعتداء عليهم وسحلهم داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي الاحتلال هو المجرم الأساسي، الاحتلال الذي يعني يعتقل الأسيرات ويعذبهم، الاحتلال المجرم الذي لا يراعي في أي قانون أو قرار دولي، يريد أن يروج لمثل هذه الصور. هذا لن يمحو هذا العار الذي يعني يلحق بهذا الاحتلال جراء عدوانه على شعبنا وأي شعبنا خاصة في المسجد الأقصى المبارك.